مشاهدينا الكرام، وميدانيا ينضم إلينا من أربيل مراسلنا مصطفى سلمان ليطلعنا على مستجدات الوضع في المحافظة. مصطفى أهلا بك معنا، أولا حدثني عن جديد الإصابات تفضل. نعم أهلا دلشين، يعني بداية يبدو أن فيروس كورونا لم يقطع أوصال العالم فقط بل قطع أوصال الزملاء. لم نرى دلشين منذ مدة، عسى أن تكوني بخير. بخير دلشين، البداية ستكون مطمئنة نوعا ما اليوم، مع أن وزارة الصحة في إقليم كردستان سجلت 3 حالات جديدة، لكن هناك حالات لإصابتين تم شفائها بالكامل واليوم خرجت من المستشفيات الإقليم بشفاء تام. اليوم كان هناك مؤتمر لوزير الصحة في إقليم كردستان، يعني تسلى فيه ما يقال أكثر من 60,000 كمامة، وهي هدية من السفير الصيني في بغداد إلى وزارة الصحة في إقليم كردستان. مثل عن السفير القنصل الصيني في إقليم كردستان، أيضا رافق يعني القنصل الصيني يعني أعضاء من الوفد الطبي الذي وصل يوم أمس إلى إقليم كردستان لإيجاد حلول سريعة وناجعة لفيروس كورونا. دلشين، يعني تحدثت شخصيا مع الوفد الطبي في القادم من الصين، قالوا أن الوضع نوعا ما جيد مقارنة ببقية المناطق في أربيل، الوضع مطمئن، نحن نحتاج إلى بحوث سريعة وعاجلة، و يعني بحسب الرؤية الأولية للوفد الصيني لا توجد مشاكل كبيرة جدا في أربيل بذاك الحجم، مع أنهم شددوا على يعني ضرورة التزام السكان بتعليمات وزارة الصحة في إقليم كردستان، لكن قالوا أن يعني البحوث أو أن ما سيقدم إلى إقليم كردستان سيحد من انتشار الفيروس بشكل ملحوظ وواضح. أيضا هناك نشاطات تتعلق بوزارة الصحة اليوم، يعني دائرة صحة أربيل افتتحت يوم 1/4 سيتم افتتاح مركز القلب، وسيستقبل هذا المركز أشخاص تباعا بمؤتمر يعني خاص عقده مدير صحة أربيل دكتور دلوفان. سيتم يعني تخصيص خطة، وضع خطة خاصة لاستقبال المصابين في مستشفى القلب. ما زال حظر التجوال في إقليم كردستان مستمر حتى الآن، ما زالت الحركة يعني متوقفة نوعا ما. مصطفى، هل هناك أي أنباء عن تمديد حظر التجوال في أربيل؟ دلشين، حتى الآن لم يتم إنهاء الاجتماع، هناك اجتماع ربما جرى أو بدأ الآن لرئاسة حكومة إقليم كردستان أو لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، سيتباحثون عن كيفية تمديد حظر التجوال، ربما سيتم تمديد حظر التجوال وربما سيتم تخفيف الحظر، لا نعلم حتى الآن، لم يصدر بيان رسمي بهذا الخصوص، لكن الدوائر عطلت إلى يوم 16 من شهر نيسان المقبل، الدوائر الرسمية ما عدا الدوائر التي سمح لها بالعمل كالصحة والأمن ويعني الإعلام. طيب كيف تبدو حركة يعني المواطنين هذا الأسبوع مقارنة بالأسابيع الفائتة؟ دلشين، يعني لا توجد مقارنة بحركة الأسبوع الماضي أو القادم، منذ أن أعلنت حكومة إقليم كردستان أن الحظر التجوال لابد أن يتم بشكل كبير، التزم السكان منازلهم ولا توجد حركة إلا لبعض العجلات أو لبعض الشخصيات التي سمح لها بالعمل، الصحة كما ذكرت، الأمن، الشرطة، يعني خلية الأزمة بشكل عام، وبسيارات معدودة جدا، هناك سيارات مخصصة لنقل يعني الأفراد إلى المناطق في نقاط التفتيش، وأيضا الصحفيين للتنقل في داخل الأحياء، لكن يعني وزارة التجارة وخلية الأزمة وفرت كل الاحتياجات إلى الأسواق وسمحت لبعض المحال التجارية كالمخابز و يعني العجلات الخاصة ببيع الغاز والمواد الغذائية سمحت لهم بالعمل. نعم، من أربيل مراسلنا مصطفى سلمان، شكرا جزيلا لك.
السليمانية أكدت السلطات المحلية إن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في الاقتراب من إعلان النصر على فيروس كورونا، لكنها شددت على ضرورة التزام السكان بالتعليمات الصحية وملازمة بيوتهم. وقالت مقامية السليمانية في بيان لها إن مرحلة خطر اتساع رقعة انتشار الفيروس في طريقها إلى الزوال، مضيفة أنها ستقترب خلال الأسابيع المقبلة من التغلب على كورونا، وهذه اللحظة والساعة ستكون تاريخية لإقليم كردستان. وحثت السلطات المحلية جميع السكان على ملازمة بيوتهم لحين تراجع مخاطر فيروس كورونا، وقد سجلت حتى الآن نحو 70 إصابة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية، وذلك من مجموع 128 حالة في عموم إقليم كردستان. مشاهدينا، نبقى في السليمانية، وينضم إلينا من هناك مراسلنا شيار محمد. شيار، مساء الخير عليك، ما الجديد لديك في السليمانية اليوم مع استمرار التشديد في الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا؟ نعم دلشين، مساء الخير عليك، ونتمنى الصحة والجميع لجميع مواطنين إقليم كردستان والعراق وأيضا متابعي شاشة زاكروس العربية. طبعا أبدأ معك مع آخر أحصائية هنا في مدينة سليمانية بعد تسجيل يعني حالة أخرى في مدينة سليمانية بإصابة فيروس كورونا بقضاء دربندخان لامرأة عمرها 70 سنة. وصل العدد هنا إلى المصابين في مدينة سليمانية الذي تم تسجيلهم خلال مديرية الصحة إلى 70. أيضا في نفس اللحظة أعلنت مديرية الصحة يعني شفاء حالتين أخريتين من مرض فيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 50 حالة شفاء، وإذا طرحنا منها أيضا عدد الوفيات وهي الحالتين الوفاة يبقى هنا في مدينة سليمانية فقط 18 مصاب في يعني بكورونا داخل مشافي إقليم كردستان وأيضا داخل مشافي يعني السليمانية. أيضا يعني القائمة المقامية أعلنت خطا إيجابيا أو أعلنت شيئا إيجابيا خلال الساعات الماضية أنهم في طريق النصر، ولكن على الجميع الالتزام أكثر بالتعليمات وحظر التجوال. يعني نحن سنكون قريبين من النصر، هذا ما قاله أواد محمد قائم مقامية سليمانية خلال البيان، سنكون قريبين من النصر، لكن طالب يعني بنفس اللحظة المواطنين الالتزام أكثر بتعليمات الصحة. أيضا ونحن نتكلم الآن دلشين خلية الأزمة في مدينة سليمانية محافظة سليمانية وبرئاسة دكتور هافال أبو بكر محافظة سليمانية اليوم تجتمع بشكل طارئ وبحضور لجان القائمة المقامية وأيضا مديرية الصحة من أجل بحث إمكانية تمديد أو يعني الاقتراح التي طرحته مديرية الصحة وبالتحديد دكتور صباح حورامي مدير صحة السليماني حول تمديد الحظر التجوال لمنتصف الشهر المقبل. الآن ما يزال الاجتماع جاري حتى هذه اللحظة، يعني سيحاولون الخروج بقرارات إما بتمديد الحظر أو يعني عدم تمديد الحظر، لكن الكفة تذهب بشكل يعني لصالح تمديد الحظر يعني حسب التوقعات في هذا يعني اليوم. أيضا يعني كما تعرفين تداعيات حظر التجوال كثيرة درشين، ومنها يعني أشخاص يعني يعملون بشكل أجر يومي، ولذلك هناك تداعيات اقتصادية على مدينة سليمانية، لذلك تقوم يعني عدة منظمات مدنية ومؤسسات وعلى رأسها مؤسسة برزاني الخيرية بالاستمرار في حملات توزيع سلات غذائية على المواطنين، وذلك بدعوة بعد ما دعا رئيس حكومة إقليم كردستان السيد مسرور برزاني ذلك الكثير من التجار هنا في مدينة سليمانية، إضافة إلى المؤسسات ما يزالون مستمرون في توزيع السلات الغذائية. أيضا القوات الأمنية تقوم بواجبها، هناك حملات تعفير هنا في يعني الحارات والأزقة، أيضا هناك حالات يعني من كوادر مديرة الصحة يقومون بفحص المحلات أو أصحاب المحلات التي ما تزال أبوابها مفتوحة أمام المواطنين، أيضا يقومون دوريات ليلية للمحافظة على ممتلكات المواطنين. دلشين كما تعرفين يعني السوق السليمانية زاخر بالبضائع حتى الآن، ويعني لذلك يقومون بدوريات من أجل المحافظة على أملاك وممتلكات المواطنين هنا في مدينة السليمانية. يعني بالمجمل بالمختصر يعني بنهاية هذا المباشر أتمنى الصحة للجميع ولك درشين ولكل الزملاء داخل يعني غرفة الأخبار. هذا مختصر لكورونا اليوم. نعم نعم، من السليمانية شيار محمد شكرا جزيلا لك. ومن زاخو مشاهدينا تنضم إلينا مراسلتنا نجلاء سندي
في إحاطة مسجلة عن استمرار الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا. نجلاء أهلا بك، تفضلي. نعم، تحية طيبة جميع زملاء في الاستوديو الأخبار، تحية طيبة جميع مشاهدي ومتابعي قناة زاكروس العربية. نعم، مدينة زاخو نستطيع أن نختصر الأوضاع بها بأنها حالة تراقب للأوضاع وحالة استنفار أمني تشهده المدينة، وخصوصا بعد تسجيل أو ارتفاع أعداد المصابين في بعض مناطق إقليم كردستان، حيث تحاول يعني لجنة مكافحة فيروس كورونا المتمثلة بقيمقام زاخو بتجديد من إجراءاتها الوقائية اتخاذ جميع الإجراءات أو التدابير اللازمة لمكافحة هذا الوباء من خلال تجديد التصاريح للمستثنين من حظر التجوال، وكذلك يعني الوقوف على آخر المستجدات. وللحديث أكثر ينضم معي قيمقام زاخو ورئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا السيد بوتان محسن ليحدثنا أكثر عن تلك الإجراءات. نعم أستاذ، حدثنا عن تلك الإجراءات الأخيرة التي يعني كانت في مدينة زاخو. والإجراءات احنا ننفذ التعليمات الصادرة من غرفة عمليات محافظة دهوك، وطبعا ان كل قضاء عندها غرفة عملياتها، فاحنا ننفذ التعليمات بحذافيرها، منع التجول، ليس منع التجول بس اكو استثناءات، استثناء يشمل الافران والصيدليات والماركتات اللي تبيع المواد الغذائية والبنزينخانات. طبعا احنا هسه حددنا البنزينخانات، يعني البنزينخانات ان خاصه بزاخو عندها 58 محطه تعبئه، فقسمنا على 3 وجبات، يعني كل واحد 3 ايام يفتح و6 ايام يعزل المحل مالته. والصيدليات مفتوحه من الصباح لل11 بالليل، من ال11 بالليل للثنتين خفارات، بس الصيدلات الخافره عندها الحق في فتح محلاتهم. وبالنسبة للحركة، حركة طبعا تقريبا ما أقول لك 100% بس 90% مسيطرين عليها، والناس الأكثر تلتزم. بس المشكلة عندنا الاستثناءات، الاستثناءات من هم أصحاب الأنزاق، وتعرفين حركة تجارية كبيرة ومدخل مال الأقليم، فالحركة التجارية حسب التعليمات احنا ما نقدر نوقفها، فنسوي لهم فورمات، هاي التجار الموجودين من زاخو إلى إبراهيم خليل كلهم عندهم مكاتبهم عندهم مخازنهم، فاحنا رتبنا أمورهم ويوميا يروحون بحسب الفورمات الصادرة من وزارة الداخلية. شكرا جزيلا. نعم، كما يعني لاحظتم أن الأوضاع في مدينة زاخو تحت السيطرة لحد الآن، والذي سهل على ذلك هو تعامل المواطنين أو تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية وتجديد الإجراءات من قبل خلية الأزمة في مدينة زاخو، وخصوصا بحيث يعني لا تؤثر على اقتصاد البلاد، وخصوصا أن مدينة زاخو تقع يعني في ضمن الحدود، يعني عندها منفذين تجاريين وهو منفذ إبراهيم الخليل ومنفذ فيش خابور الحدودي. نعم، القوات الآسيش مع القوات الأمنية تحاول يعني بتجديد الإجراءاتها الأمنية من أجل حفاظ وسلامة المواطنين في الإقليم. نعم، إذن نجلاء شكرا لك من زاخو. مشاهدينا نبقى في إقليم كردستان، وضمن شبكة مراسلين أيضا من آكري ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا محمد الهركي. محمد، مساء الخير عليك، حدثني عن الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا في آكري، تفضل. نعم زميلتي دلشين، تحية لك ولكل من يشاهد زاكروس تي في. بداية لو نتحدث، أولا لا توجد أي إصابات حتى الآن في مدينة آكري بسبب تواجد الإجراءات المشددة من قبل خلية الأزمة وغرفة عمليات واللجان التابعة لقائمية مدينة آكري. لدى مدينة آكري 38 شخصا ذهبوا إلى الحجر الصحي في مدينة دهوك، من 38 شخصا عاد 34 شخصا إلى بيوتهم، لأنهم بعد الحجر الصحي والفحوصات النهائية أثبتت بأنهم لا يمتلكون فيروس كورونا. فقط لدينا 4 أشخاص حتى الآن في الحجر الصحي في مدينة دهوك، والفحوصات الأولية كشفت بأنهم لا يملكون فيروس كورونا، فقط هي أيام معدودة حتى إجراء الفحص النهائي الثاني. وحتى الآن كما ذكرت الوضع بشكل تام جيد جدا في مدينة آكري، حتى في الحظر التجول هناك
نقاط مفارز تفتيش كثيفة وكثيرة تتواجد داخل مدينة أكرا من نقاط الأمن والشرطة والمرور، وأيضا هناك بعض أصحاب العمارات والمحلات أعفوا مستأجريهم من شهر آذار الثالث الحالي، أعفاهم من دفوع الإيجارات للمحلات بسبب تواجد حظر التجوال. لا خروقات كثيرة في مدينة أكرا، الناس ملتزمة بشكل كبير في مدينة أكرا بالحظر التجوال، والمحلات الأخرى مثل من مواد غذائية وما شابه مفتوحة حتى الآن في مدينة أكرا. هذا جل ما لدي حتى الآن هنا من مدينة أكرا. نعم محمد، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لجميع مراسلينا في محافظات إقليم كردستان. أصدر وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري عددا من التوجيهات لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على منع كل أشكال التجمعات في مناطق البلاد كافة. وذكر بيان لمكتب الياسري أن الأخير ترأس الاجتماع الدوري لخلية الأزمة المشكلة في الوزارة لمواجهة فيروس كورونا بحضور قادة الوزارة ومدراء التشكيلات، وأطلع على التدابير التي اتخذتها خلية الأزمة المشكلة في وزارة الداخلية في الحد من خطر تفشي فيروس كورونا، مستمعا إلى شرح مفصل بشأن تنفيذ التوجيهات التي كانت قد أصدرت في الاجتماع السابق. أمر الياسري بتعزيز قدرات مديرية شرطة النجدة والمرور لتطبيق حظر التجوال بشكل صارم. مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم إلى بغداد، وينضم إلينا من هناك مراسلنا أحمد فيلي. أحمد، مساء الخير عليك وأهلا بك، حدثنا عن أحدث البيانات الرسمية الخاصة بأعداد المصابين بكورونا والآليات المتبعة من قبل الحكومة لمنع اتساع رقعة تفشي الوباء، تفضل. نعم، شكرا جزيلا ومساء الخير. يعني اعتقد ان نقص الخطر قد دق بخصوص اصابات في بفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقيه، باعتبار ان الارقام بدات تتضاعف. وصل الان عدد المصابين الى 547 حاله اصابه في عموم المحافظات العراقيه. النصيب الاكبر من هذه الحالات هي في العاصمه بغداد. الشفاء يعني قد تجاوز ال 200، لكن الموضوع الوفيات ايضا يعني هي نسبه كبيره، 42 حاله وفاه بين الوفيات يعني او المصابين بهذا المرض، وهي كنسبه اعلى نسبه تقريبيه يعني بهذه الوفيات. لكن نتحدث ايضا عن هذا الوباء يعني وسبل انتشاره والعدوى باعتباره وباء معدي، يعني بالرغم من جميع إجراءات خلية الأزمة المشكلة بالرقم الديواني 55 لسنة 2020، وكذلك توصيات قيادة عمليات بغداد بفض حظر التجوال، وأيضا دعوة المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحتى من خلال البيانات المتلفزة والأخبار جميعها بالتزام المنازل من أجل سلامة المواطنين وعدم تفشي العدوى. ولكن نلاحظ يعني أن الأعداد بدأت تزداد يوما بعد يوم، كانت هنالك ربما يومية تسجل حالة أو حالتين أو ثلاثة أو أربع أو خمس، لكن اليوم هنالك 70 حالة في اليوم، 80 حالة في اليوم بعد إجراء المختبر التحاليل المختبرية للمشتبه بإصابتهم، وتتبين أن هنالك أعداد كبيرة تسجل يوميا في عموم المحافظات العراقية عدا محافظات إقليم كردستان، ربما هي أقل نسبيا بسبب التزام المواطنين هناك بإجراءات حظر التجوال بعكس ما يحدث في العاصمة بغداد وحتى المحافظات الأخرى خصوصا المناطق الشعبية. اليوم يعني هنالك أيضا يوم بعد آخر بدأت عمليات بغداد بتشديد إجراءاتها الأمنية بخصوص حظر التجوال. هناك قطع للشوارع الرئيسية مداخل المدن ومخارجها بواسطة الكتل الكونكريتية، يعني حتى لا يستطيع أحد الدخول أو الخروج، وايضا يعني الدعوه، وهنالك ايضا اجراءات اخرى قاسيه نستطيع ان نقول او شقه وتتعلق ب اعتقال المخالفين، وايضا حجز العجلات والسيارات المخالفه
لحظر التجوال او التي خرقت حظر التجوال من اجل اجبار المواطنين على الجلوس في المنازل والتزام منازلهم وعدم الخروج الى الشارع خوفا من انتقال العدوى في بين المواطنين. نعم احمد شكرا لك. مشاهدينا انتقل الى الموصل وينضم الينا مراسلنا محمد طلال عبر الهاتف. احمد او محمد اهلا بك، تفضل، ما جديد كورونا في الموصل؟ اهلا بالشين، تحيه طيبه لك ولمشاهدي زاغرس تي في. في مدينه الموصل يعني خلال ال 24 ساعه الماضيه يعني كان هناك استقبال لقرابه 90 شخص تم اجراء الفحوصات لهم وتوزعوا ما بين حجر منزلي وما بين حجر في داخل الحجر الصحي، لكن مصدر طبي اوضح انه فقط 47 شخصا بينهم ثلاث ايرانيين، هم المتبقين من أصل 90 شخص دخلوا إلى الحجر الصحي في مستشفى السلام بالموصل ووضعوا تحت الملاحظة، ويعني إلى حد هذه اللحظة لا يشكون من أي أعراض وأغلبهم كانوا واصلين إلى الموصل. يعني كان هناك يوم أمس ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي هنا في الموصل بخصوص الإيرانيين الوافدين، وتبين فيما بعد أنهم قد دخلوا إلى المدينة منذ قرابة الشهرين ولا يندرجون جميعهم كمشتبه بهم، وإنما يعني دلشين ما زالوا تحت الملاحظة. أيضا كان هناك يوم أمس قرارات صدرت من خلية الأزمة في مقدمتها افتتاح الجنوب والمصارف الحكومية ومكاتب الصيرفة والحوالات لتسهيل حركة التجارة في مدينة الموصل وأيضا التخفيف من الركود الاقتصادي نتيجة الحظر الذي فرض على مدينة الموصل وعلى العراق يعني برمته. أيضا خلية الأزمة وجهت بالسماح للمزارعين بنقل الأسمدة وفتح محلات التجهيزات الزراعية من الصباح وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا. كان أيضا يوم أمس هناك إشاعات رويجر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اليوم بالذات ستغلق جميع المحلات والأسران ويمنع منعا باتا افتتاح هذه المحلات، لكن يوم أمس صدرت يعني توضيح وتنويه من قبل خلية الأزمة في محافظة سيناء أنه هذه الشائعات والأخبار غير موثوقة ولا تستند إلى المصادر الرسمية خصوصا فيما يتعلق بموضوع الأسران ومحلات المواد الغذائية. أخيرا بالشين يعني كان هناك إصدار قرار من قبل محافظ نينوى بالتحديد لجنة المولدات الأهلية بأن يكون سعر الأمتار 3500 دينار مقطوعة لهذا الشهر، خصوصا أنه كما تعلمين أن الواقع الاقتصادي في مدينة الموصل دائما ما يصل بالسيء، ولذلك هذا التخفيف بسعر الأمبير سيكون تخفيفا أيضا على كاهل المواطن. نعم بالشيء. نعم عبر الهاتف ومن الموصل مراسلنا محمد طلال، شكرا جزيلا لك. في النجف أعلنت دائرة صحة المحافظة أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 81 حالة بعد أن تم تسجيل 5 حالات جديدة صباح اليوم الأحد، بينما بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس 16 حالة. وأضاف البيان أن عدد المتوفين بلغ حالتين، أما الذين يتلقون العلاج فبلغ عددهم 56 شخصا، في حين يبلغ عدد المحجورين 187 شخصا، مشيرة إلى أن الموقف يتغير حسب النتائج المختبرية والأعراض السريرية. من وسط مشاهدينا ينضم إلينا مراسلنا أمانج الجاف وعبر الهاتف ليحدثنا عن سير الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا. أهلا بك أمانج، تفضل. نعم زميلتي، تحية طيبة لك ولمشاهدينا الأفاضل في كل مكان. لمواجهة وباء كورونا واصل تشتد من إجراءاتها الاحترازية مع بدء تطبيق قرار غلق جميع المحلات دون استثناء ومنها الغذائية من الساعة 5 مساء حتى صباح اليوم التالي، وأيضا تم غلق عدة شوارع رئيسية بحواجز ترابية لحد من التجوال العجلات التي لم تسيطر عليها لحد الآن بشكل كامل.
دائرة صحة واصل لم تسجل أي إصابة منذ 24 ساعة الماضية، وهناك توعية وتوصيات وإرشادات تبشر أبناء المدينة بإمكانية حضور هذه المرحلة العصيبة إذا تعامل المواطن مع الجهات المعنية وتطبيق قرارات الحكومة المحلية بما يخص الحظر التجوال وتطبيق حالة الطوارئ. من ناحية أخرى، قرار رئيس خلية الأزمة برفع الحجر عن عائلة المرحوم بشاي المكسوسي الذي توفى يوم 14 من هذا الشهر بوباء كورونا بعد أن هددوا بالانتحار الجماعي إذا لم يرفع عنهم الحجر، وهذا قرار تلقى ترحيبا واسعا في شارع الواسطي تجنبا من الحوادث العربية وعشائرية، والمحافظة تعيش في أزمة بحاجة إلى تكاتف والتعاضد لا تفكيك ومشاكل من هذا النوع. وعلى ضرار هذا الموضوع، قرر خلية الأزمة أيضا سحب الفوج الطوارئ من محيط ناحية الشيخ سعد المحجر عليه منذ ما يقارب الشهر بعد تأكيد من خلو ناحية من إصابات جديدة، وهذا أيضا خفف من التوتر الذي يخيم على هذه الناحية التي صنفت بالموبوءة سابقا، وتبقى هذه الناحية حالها حال باقي المناطق تحت إشراف طبي ومراقبة شديدة مع الاستمرار بالتعفير اليومي حفاظا على أرواح أبناء المحافظة. ومن جانب آخر، وصلت حجم المساعدات إلى المنازل المحتاجين إلى ما يقارب 30,000 سلة غذائية لحد يوم أمس، وهذه المساعدات مستمرة بالإزدياد من قبل الميسورين والخيرين من أبناء واسط وبسواعد ثوار الشباب ساحات الاعتصام، يتم تنسيق وتوزيع منذ الصباح حتى الساعات المتأخرة من الليل، إضافة إلى نشاطات التحفير والتعقيم في جميع الأحياء والشوارع في المدينة، وبجهود ذاتية وبتبرعات تجمع ما بينهم مقابل صمت الحكومي وغياب دور المسؤول بشكل واضح. وأيضا لا يفوت الذكر، محافظة واسط لم تعلن لحد اليوم بتلقي أي تخصيصات مالية من قبل الحكومة المركزية لمواجهة هذا الوباء، وكما نعلم المنفذ الحدودي مغلق ولا يوجد أي واردات تدخل إلى المحافظة، وهذا يسبب إرباكا في تمشية الأمور اللوجستية والخدمية في واسط، وتوقف آلاف الرواتب العقود تنمية الأقاليم التي كانت تصرف بالواردات منفذ الرابطة الحدودية. وأخيرا، هناك دعوات إلى حكومة بغداد بأن تكون لها دورة فيما يحدث ومد يد عون إلى آلاف من أصحاب الدخل المحدود وأصحاب الأجور اليومي، ونحن دائما نناشد عبر شاشتنا بضرورة التفات إلى هذه الشريحة المهمشة المتضررة بشكل كبير من هذا الوضع. يوم أمس نشر على منصات التواصل الاجتماعي حدث في قضاء الصويرة، وهو لشاب لديه سيارة قديمة خرج إلى العمل بعدما اشتد به الجوع وعائلته، فمنع من التجوال فقام بإبرام النار في سيارته كرد فعل لما يعاني من العوز والحرمان. وهذا ما حصل أيضا في الكويت، حيث أحرق شاب نفسه أمام بصيته عندما منعوه من العمل عدة مرات، وكان هذا الحادث الشرارة الأولى لاندلاع ثورة 1 أكتوبر الشرعية. إذن هذه دعوة من ملايين أفواه جاية إلى حكومة بغداد، اتخذوا قرارا فيه إنقاذ الشعب ولو لمرة واحدة، فالعراق بلد الخير وشعبه لا يستحق أن يجوع ويحرق نفسه من أجل لقمة عيش، وكفى الله المؤمنين شر ما نحن فيه من البلاء والظروف العصيبة. نعم سميلتي. نعم أمان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نبقى مع شبكة مراسلين وحول فيروس كورونا من البصرة. ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا ستار المنصوري. ستار، أهلا بك، ما هي آخر الأحصائيات لديك حول كورونا في البصرة؟ تفضل. نعم، تحياتي لك والسلامة لك ولجميع كادر قناة زاكروس عربي الفضائي عفوا، ولجميع مشاهديها. يعني ما زالت استمرار التدابير والإجراءات في مدينة البصرة حول فرض حظر التجوال. هناك انتشار أمني كثيف في خاصة في مداخل مدينة البصرة، وهناك حقيقة ازدحامات في يعني المركبات الداخلة لمدينة البصرة، كذلك المباشرة بتوزيع مستلزمات الوقاية للمنتسبين الأمنيين. و يعني اليوم سجلت مدينة البصرة 8 إصابات بعد أن كانت 36 قبل أمس، ومن ثم يوم أمس 6 إصابات، اليوم سجلت 8 إصابات. وحقيقة هناك يعني مناشدات من العاملين بالحقول النفطية ممن تم يعني احتجازهم في الحقول النفطية باستبدالهم بموظفين آخرين يعني للحالات الإنسانية اللي يعيشونها والنفسية
التي يعني تسببت بحجزهم لهذه الفترة الطويلة، باستمرار يعني حملات التعفير في عموم مدينة البصرة خاصة في مركز المدينة. لكن الحدث الأبرز هو أن جامعة البصرة وبالتحديد كلية الصيدلة نجحت بصناعة الوسط الناقل الذي يشخص الإصابة بفيروس كورونا. طبعا هذا هناك مختبر يعني في كلية الصيدلة تمكن من إنتاج ما يقارب من 700 إلى 1000 مصحة يوميا، ويعني قدمها بالمجان إلى دائرة صحة البصرة هناك حقيقة. وبحسب يعني تواجدنا في هذا المختبر بحسب المسؤولين عنه أنه ذكروا هناك حقيقة العديد من الطلبات التي تأتيهم من محافظات أخرى. بالإضافة إلى هذا يعني هناك استمرار لتوزيع الحملات الإنسانية للسلة الغذائية من قبل عدة جهات. وحقوق الإنسان في البصرة طالبت بضرورة تخصيص منح مالية للعوائل المتضررة من فرض حظر التجوال إلى محافظة المثنى. هناك دعوات لتوفير الوقود في محطات البنزين وانتقادات لدعم القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إغلاق طريق النجف تحسبا لانتشار الفيروس في أو الإصابات في مدينة المثنى. وفي ميسان هناك حقيقة رفع يعني وضع استراتيجية لمواجهة الفيروس من يعني تهيئة الكوادر الصحية وفرض حظر التجوال وحملات التعفير، بالإضافة إلى تخصيص مباني في مجمع سكني للحجر الصحي. نعم بلشين من البصرة وعبر الهاتف مراسلنا ستار المنصوري، شكرا جزيلا لك وشكر موصول لجميع مراسلينا في محافظة في